تفسير رؤية الكرواسون في المنام. الكرواسون هو إحدى المخبوزات المفضلة للكثيرين، نشئت بفرنسا ثم انتشرت في العديد من الدول. يتم حشو الكرواسون من الداخل بأطعمة مختلفة كالمربى والجبنة والعسل والشوكولاتة. واليوم من خلال هذا الفيديو سوف نقدم لكم تفسير حلم الكرواسون في المنام لكبار المفسرين كابن سيرين وابن كثير وغيرهم من علماء تفسير الأحلام، وذلك اعتمادا على حالة الرأي سواء كان رجلا أو أعزبا أو متزوجة أو عزباء. الكرواسون عموما المحشي بالمكسرات والحلوى في المنام يشير إلى حدوث أمور مفرحة في حياة الرأي. رؤية المريض يتناول الكرواسون في المنام تشير إلى شفائه من هذا المرض في وقت قريب، والله أعلم. الكرواسون في المنام يدل على أن الفترة المقبلة من حياة الرأي ستكون مليئة بالرفاهية والرخاء. رؤية الأعزب يأكل الكرواسون في المنام تشير إلى أنه سيتزوج في وقت قريب جدا. توزيع الكرواسون في المنام يشير إلى خير كثير ورزق واسع للرائي. تفسير رؤية الكرواسون في منام العزباء. تناول الكرواسون في المنام يشير إلى وصولها إلى جميع طموحاتها وأهدافها في الحياة. رؤية العزباء شراء الكرواسون في المنام تدل على خبر سعيد سوف تسمعه قريبا. توزيع الكرواسون في المنام تشير إلى أنها سوف تحقق نجاحا كبيرا وتفوقا عاليا في حياتها الدراسية. رؤية العزباء شخصا تحبه يعطيها الكرواسون في المنام تشير إلى أن هناك علاقة حب ومودة بينها وبين هذا الشخص. تفسير رؤية الكرواسون في المنام للمتزوجة. الكرواسون في منام المتزوجة يشير إلى أنها ستعيش فترة مليئة بالهدوء وراحة البال. رؤية المتزوجة زوجها يعطيها كرواسون في المنام تشير إلى أنها سوف تبشر بالحمل في وقت قريب، والله أعلم. تحضير الكرواسون في منام المتزوجة يدل على أنها امرأة قوية تتحمل كافة مسؤولياتها العائلية على أكمل وجه. تناول الكرواسون في منام المتزوجة يشير إلى كسبها العديد من الأموال في الفترة المقبلة. تفسير رؤية الكرواسون في المنام للحامل. رؤية الحامل توزيع الكرواسون في المنام تشير إلى أن الله سوف يرزقها بكثير من الخير في حياتها. تحضير الكرواسون في منام الحامل يدل على أنها ستكون بصحة جيدة بعد عملية الولادة. تناول الكرواسون في منام الحامل يشير إلى أنها ستعيش فترة حمل سهلة وليس بها أي مشاكل صحية. تفسير رؤية الكرواسون في المنام للرجل. شراء الكرواسون في منام الرجل يدل على أن الله سوف يرزقه بالكثير من النعم والخيرات والرزق في حياته. رؤية الرجل الوقوف في محل بيع المعجنات في المنام تشير إلى أن الفترة القادمة من حياته ستكون مليئة بالعديد من الأمور الإيجابية.